السلام عليكم، يعطيكم العافية. كيفك سلاف؟ الحمد لله، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، ما فيش غيرك. كان هاشم أو هشام طلع. anyway، خلينا نكمل. يعني آخر حصة كانت recorded، وفيها أنا أنهيت الإشي اللي بدي إياه من chapter 2 فعليا، يعني في المرحلة الحالية اللي هو تعرفنا فيه على المبس instruction set architecture. أعطيناكم homework assignment نحاول فيها يعني نعزز بعض المبادئ الرئيسية بشابتر 2، وبالإضافة لهذا الـ homework assignment في مجموعة من الـ examples الموجودة في نهاية chapter 2، كلها بتحكي عن الـ assembly instruction set architecture، سواء كان عملية compiling يعني تحويل من high level إلى assembly level، أو عملية تحويل من assembly إلى machine language، أو العكس تحويل من machine language into assembly، يعني أعطيك كود بال أو binary value أو hexadecimal value وأحكي لك لو كانت هاي الـ instruction، لو هاي كانت هاي الفاليو بتمثل MIPS instruction، what is this instruction؟ هي عملية بنسميها decoding، يعني عملية تمثيل الـ instruction اللي موجودة في الأسمبلي على شكل باينري سميناها encoding. الآن العملية العكسية هي عملية decoding. فرح أحاول أمر أنا يعني في أول جزء من المحاضرة على هدول الـ examples. في عنا 4 5 examples بشكل سريع، أغطي بعض الأفكار المهمة. فعندنا الاكزامبل رقم 11، طبعا هذا الفايل راح احطه انا على الاي ليرنينج وانس افتر ذا ليكتشر مباشره، اللي هو فيه حل هدول الاكزامبلز. فاكزامبل 11 بحكي لي convert the following high level code into MIPS assembly language, make your own association for the registers, assume array اللي هو الفاريبل اللي اسمه array contain signed 32 bit values. يعني كل value موجودة في الarray A هي عبارة عن signed number، وهي عبارة عن 4 bytes، مكونة من 4 bytes. فال piece of code هذا أو الكود fragment يعني بسيط، A equals 5، B equals 2 times A، بعدين بقارن B بالarray بالelement رقم 12 من الarray، if it is less than بيسوي شيء معين، otherwise يعني إذا كان أكبر أو يساوي بيسوي شيء آخر، بغير ال element رقم 12 بصورة معينة. فبتهيألي صارت الفكرة نسبياً واضحة، يعني بدل ما أكتب بطريقة سهلة وسلسة هي الـ High Level Language، الآن بدي أكتبها بالـ MIPS Assembly. الآن لما بدي أكتب بالـ MIPS Assembly بدي أعرف وين بخزن الـ Variables بالـ Registers اللي بستخدمهم، بدي أعرف كيف شكل الميموري، كيف بتعامل مع الميموري بالـ Load والـ Store زي ما ناقشنا بـ Chapter 2. فهون ببساطة يعني أنا بدي أحاول زي ما حكيت أمر بسرعة. افترضنا انه انا افترضت انه A و B variables موجودين في S0 و S1، وافترضت انه الـ base address of the array موجود في S2. انا افترضت هيك، تمام؟ فالآن شو المطلوب؟ المطلوب انه ببساطة اسوي الاشي الموجود فوق. فمثلا اول واحدة A equals 5، فانا بدي اغير الـ variable اللي اسمه A يصير قيمته 5. الـ A موجود وين؟ في S0، فبالتالي راح اسوي add immediate، اجمع S0 اللي هو فعليا الـ variable A، اجمع مع 5، وبالتالي الـ new value راح تصير بهذا الشكل. طبعا assuming اصلا انه S0 initially هو 0، لان حتى اضمن انه العملية اللي عندي صح هذا فعليا لازم يكون 0، الـ 0 register. إذا بخليه زي هيك أنا ما بضمن الـ S0 شو كان فيه قبل ما أسوي association للـ variable A. فأنا فعلياً المفروض أني أجمع مع الصفر مش أجمع مع الـ A، لأنه هي هاي الـ statement هي مش هي A equals A plus 5، هي A equals 5، فلازم الـ A تكون صفر أصلاً. فكيف بدي أضمن؟ حتى أضمن فعلياً لازم هذا الـ register أستبدله بالـ register اللي هو dollar sign 0 حتى تصير العملية صحيحة. بعدين B equals 2 times A، يعني بكل بساطة أجمع A مع حاله مرة وأخزنه في B، لأنه S1 هي B. ف this is B equals 2 times A، this is A equals 5.
فأول instruction بتسوي السطر الأول، ثاني instruction بتسوي السطر الثاني. الآن بعد هيك في عندي if statement بتقارن ال value تبعت ال b مع ال array 12 array of 12 ال element رقم 12 من ال array. فالآن حتى أقدر أسوي هاي المقارنة زي ما حكينا المبس هو load store architecture، فبالتالي I have to load this value into some register then I do the comparison between two registers. فالinstruction اللي بعدها مباشرة اللي هي لازم أقرأ element رقم 12، فرحت على الميموري load word ورحت على بداية الأري اللي اسمها array وجمعت 48. ليه جمعت 48؟ لأنه زي ما حكينا كل element في الأري هو عبارة عن 4 بايتس وأنا بدي أمشي 12 element starting from I need to skip 12 elements اللي هم من 0 إلى 11، فبالتالي I need to skip 12 element حتى أوصل لA of 12. يعني بدي أسوي skip لأربعة ضرب 12 اللي هم 48 offset البايت offset 48. فالآن هون T0 صارت تساوي الأري of 12، فالأري of 12 صارت مخزنة في T0. الآن كيف بدي أسوي الستيتمنت اللي فوق؟ بسيطة هي سهلة. إذا بي أقل من واحد، أنا عندي already instruction بتفحص إذا في two values in two registers أقل واحدة أقل من الثانية اللي هي إيش؟ set on less than. فرحت حكيت قارن لي البي بمين؟ بT0 اللي هو فيه الarray of 12، وإذا كان هذا أقل you will set this register otherwise this register will be cleared. شرحناها هاي instruction. بس الآن هاي ما بتغير مسار البرنامج الانستركشن، هذه الانستركشن بس بتفحص بتغير قيمة ريجستر بناء على المقارنة. فروحنا منروح نجيب برانش، حكينا برانش إيكوال إذا كان هذا الريجستر فيه صفر. فيه صفر شو معناها؟ فيه صفر معناها it is not equal it is not less than عفوا، فبالتالي لازم أنفذ ال else part. فعشان هيك هون بحكي لي branch if equal go to else. أنا حطيت label اسمها else. الآن بالelse أنا شو بسوي؟ بجمع بطرح 20 أو بسوي element رقم 12 يساوي 20 في الميموري. فعند الelse لاحظ اللي سويته add immediate dollar sign 0 حطيته في T0، بعدين سويت store word dollar sign T0 على نفس الادرس اللي هو الادرس تبع الarray of 12. This is the address of array 12. طيب لو كان فعليا they are not equal يعني هذا الريجستر فيه واحد، متى بيكون هذا الريجستر فيه واحد؟ لما ال b is less than array مظبوط of 12. فبالتالي I will not branch. If I don't branch معناها ايش؟ معناها اذا بطلع فوق what is the action to be done؟ إنه أروح على الميموري رقم الأري رقم 12 وأخزن فيه صفر. فهذا الكلام بصير هون if you don't branch I will store a zero بكل بساطة في نفس الأدرس اللي هو الأدرس of array 12. فهون معناها إنه array of 12 يساوي zero، بينما هون array of 12 يساوي minus 20. طبعا لازم كان أحط الجمب done لأنه if I don't place this instruction here شو راح يصير؟ راح يتنفذوا two instructions. ففعليا دائما الarray of 12 راح تصير قيمته كم؟ ناقص 20، لاني ما عم بمنعه انه ينفذ هاي الانستركشن. فبدي jump to done instruction. فthis is the if part and this is the else part. This is the if part and this is the else part. فهذا بالنسبة لأول سؤال، وبتهيأ لي جربت تسوي اشي زي هيك ويمكن اصعب شوي كان بالسؤال الهومورك. كان فيه if else statement وبنفس الوقت موجود داخل for loop، موجود داخل for loop. فهذا بالنسبة للإكزامبل رقم 11. في أي سؤال سلاف وفارس؟ لا تمام دكتور. تمام okay. السؤال الثاني بحكي لي assume that the following assembly code is loaded in memory. Draw the memory and show its contents, assuming that the program counter starts at this address. يعني بداية البرنامج تبعي أول instruction في البرنامج تبعي اللي هو هذا very simple program مخزنة عند الادرس 4000 أو 400 hexadecimal. فالآن هو بده يعني أورجيه كيف شكل الميموري. يعني هاي الميموري عند الادرس
0x400 شو المحتويات الميموري هون؟ لما اخذ هذا الكود واحطه في الميموري، لما اخذ هذا الكود واحطه في الميموري معناها I need to convert this code from assembly into binary into machine language. وهي العملية سويناها برضو بشابتر 3 بشابتر 2 عفوا بأكثر من مكان، فكنا نروح نتطلع على كل instruction نحاول نسوي لها encoding على شكل 32 بت بناء على instruction sheet ما غيرها. يعني إذا بروح على المبس على هاي الشيت فعليا أنا كل اللي بحتاجه أني أروح أشوف شو هي الانستركشن، شو الفورمات تبعها حتى أعرف توزيعة الفاريبلز، هل هي R ولا I ولا J، وأعرف وين أحط الـ RS، وين الـ RT، وين الـ Immediate، وين الـ Immediate، وين الـ Displacement and so on. فهذا برضو we did exercise it بالassignment. مزبوط، we did exercise بالassignment. فمثلا لو طلعنا على الاد، الاد رحنا جبنا هي ار تايب اذا بتتذكروا ار تايب انستركشن، فبالتالي في اوبكود ار اس ار تي ار دي شيفت اماونت فانكشن فيلد. بقدر اجيب هدول من الشيت مباشره اللي هي اذا بتتذكروا هي الاوبكود 0 والهكسا ديسيمال، الفانكشن فيلد هو 20 بالهكسا ديسيمال. بعدين ببساطة this is RS, this is RT and this is RD. RS اللي هو S1 اللي هو 17, RT اللي هو 18 والRD هو S0 اللي هو ريجستر رقم 16 والشيفت أماونت هي 0. الشيفت أماونت هي 0. فهي سهلة، بقدر بسرعة أني أحولها يعني إلى 32 بت، يعني أدمجهم مع بعض هدول يصيروا 32 بت، أو أكتبهم اختصارا على شكل هيكسا ديسيمال. الآن الانستركشن اللي بعدها اللي هي البرانش إيكوال، إذا بروح على الشيت بلاقي إنها I تايب. مزبوط، I تايب يعني هيك شكلها مرسوم مكتوبة تحت، هي زي هيك صح، اللي هو أوبكود وآر إس وآر تي والإيميديات. الآن هدول سهلين يعني معروف، برانش إيكوال إلها كود، الكود تبعها هو هايو 4 ديش هاي 4 4. مزبوط، هنتأكد برانش إيكوال list of maps instructions البرانش إيكوال 4، البرانش إيكوال الأوب كود تبعها 4. طبعا ما في function type في الـ I type. تمام، بعدين الـ RS معروف اللي هو مين S0 والـ RT هو S3، فـ I can fill these values. مين بيضل عندي؟ بيضل عندي الـ offset. مزبوط، اللي هي عبارة عن immediate value. كم قيمة هاي الـ offset فعليا؟ وين هالـ offset؟ هاي صح ولا لا؟ طيب شو هي هاي الـ offset؟ عدد الـ instructions to be skipped. كم عدد الـ instructions to be skipped؟ one instruction. مظبوط، فاذا هذا الفيلد راح يكون 1000000 وموجب. ليش؟ لانه I am branching forward to the higher address. لو كانت النكست ليبل هون، هذا هاي الليبل will be replaced by the assembler by what؟ by minus 1. يعني الفاليو اللي راح تنحط هون راح تكون minus 1 لاني بدي ارجع 1 instruction. صح ولا لا؟ تمام، فاذا بقدر اطلع الاوب كود هون، حاطط لي الملاحظه اللي عم بحكيها، بدي اسوي سكيب لوان انستركشن فورورد، فبالتالي الاوفست راح تكون 1. نفس الشيء هدول اي كان دو ذم، اللود وورد واللود وورد ما في اختلاف بيناتهم الا بالاوفست وبالبيس ريجستر، وبسهوله اي كان فيل ذيس زي ما شفنا على السلايدز الان. يعني فهي العمليه سهله نسبيا، الإشي اللي تريكي فيها فقط ممكن يكون بحالة البرانش، أني أحدد القيمة اللي هون، يعني بدي أشتغل شغل الأسمبلر وأعد كم instruction I need to skip حتى أوصل للليبل اللي بدي إياها. هون حط لي إياهم على شكل هيكسا ديسيمال اللي هم الأربعة instructions اللي هون، يعني برنامج عبارة عن أربعة instructions فقط. الآن مش بس هون بوقف السؤال، السؤال بحكي لي ورجيني شكل الميموري، فهون كاتب لي الميموري اللي هي ابتداء من الادرس هيو 0000400000، فهذا برنامجي من هون بده يبلش. فاول انستركشن تبعتي هيا اللي هي الاد انستركشن لازم تتخزن ابتداء من هذا الادرس. طيب كيف اخزنها؟
بالميموري، الميموري الانستركشن تبعتي هي 02 32 80 20، يعني هي عباره عن 4 بايتس، مزبوط. طب كيف اخزنهم اذا كان الويدث تبع الميموري 1 بايت، كل لوكيشن 1 بايت، كيف اخزنهم؟ Big Endian، تذكروا يعني the most significant byte بيروح على the low address. فلاحظ خزن 02 هون، بعدين 32، بعدين 80، بعدين مين 20. بعدين مين بيجي بعده؟ الانستركشن اللي بعدها، فهي 12 13 00 و 01، اللي هي هاي البرانش equal instruction، وهكذا. طبعا أنا رسمها على table to table، هو بيكمل هاي الادرس 07، هاي الادرس 08، بس عشان ما يطلع التيبل على صفحتين حطيتها بهذا الشكل. فالفكره بهذا السؤال شغلتين، انه البرنامج لازم يتحول لماشين لانجويج، والماشين لانجويج اللي هي الباينري كود تبع هدول الانستركشنز اللي بتمثل البرنامج تبعي لازم تتخزن في الميموري، وراح تتخزن في الميموري بناء على فلسفه الميبس انها بيج انديان. الميبس فولوز بيج انديان ابروتش، انه الموست سيجنيفيكانت بايت جوز تو ذا لو ادرس وبالترتيب، والباقي البايتس بتروح بالترتيب على الميموري. فهذا الاكزامبل اللي هو اكزامبل رقم 12 من السلايد، يعني هاي من النقاط المهمة، هاي اللي هي كيف برضه حكينا عنها احنا، بس برضه من باب التأكيد. الاكزامبل اللي بعده اللي هو بيسوي عملية الدي اسمبلينج. هلا لما نيجي نحكي اسمبلينج يعني تحويل من 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 اسمبلي لانجويج انتو ماشين كود. الدي اسمبلينج اللي هي اني اعكس العمليه، احول من ماشين كود انتو انستراكشن. فمثلا بيجي بحكي لي هون what is the assembly language instruction that corresponds to each of the following machine codes. فحكى لي هذا الماشين كود شو الانستراكشن اللي بيمثلها. يعني لو انت بدك تتخيل حالك البروسيسر، لو انت البروسيسر ورحت جبت هاي الانستراكشن من الميموري بالفيتش ستيب، الان الخطوه اللي بعدها حكينا ايش؟ فيتش ديكود، انه البروسيسر يفهم شو هاي الانستراكشن. فكيف البروسيسر بده يفهم شو هاي الانستراكشن؟ يعني بدك تحط حالك محل هذا البروسيسر وتحكي لي شو هي هاي الانستراكشن. فحكينا العمليه بسيطه، لانه الديزاين تبع الانستراكشن ست ثابت في الميبس. فلو جيت تحولت هدول لباينري على شكل 32 بت، فأنا مباشرة بعرف إنه الأوب كود هو أول 6 بتس، هو الموست سيجنيفيكانت 6 بتس، فواضح إنه الأوب كود 0. طيب شو هي الانستركشن اللي الأوب كود تبعها 0؟ إذا بروح على الشيت اللي الانستركشن شيت، بلاقي إنه في مجموعة كثير من كبيرة من الانستركشنز الأوب كود تبعهم 0. طيب لما يكون في أوب كود 0، لاحظ دائما بيكون في إيش؟ في فانكشن فيلد. في كل الانستركشنز اللي فيهم الاوب كود يساوي صفر دائما في عندي فانكشن فيلد. فالان كيف بدي اعرف مين هي الانستركشن تبعتي؟ بكل بساطه اني اطلع على الفانكشن فيلد. فاذا بتطلع على الفانكشن فيلد بلاقي انه الفانكشن فيلد اللي هو اخر 6 بتس هم 20 هكس. هذا 0 هكس وهذا 20 هكس، معناها اللي هي الانستركشن ايش؟ اد. ف من الاوب كود عرفت شو هي والفانكشن فيلد، عرفت شو هي الانستركشن، وبرضه عرفت الانستركشن فورمات. كيف يعني؟ عرفت انه هدول الاوب كود وخمسه بتس تمثل الار اس، وخمسه بتس تمثل الار تي، خمسه بتس تمثل الار دي، وخمسه بتس تمثل الشيفت اماونت. فالار اس هيو اللي هو القيمه اللي هون، الار تي اللي هو القيمه اللي هون، والار دي هو القيمه اللي هون. فإذا برجع على التابل هديك بعرف إنه هذا ريجستر رقم 16 اللي هو اسمه S0، هذا ريجستر رقم 15 اللي هو T7، هذا ريجستر رقم 5 اللي هو A1. فإذا الانستركشن فعليا هي عبارة عن إيش؟ هي add RS RT RD، خزن لي في S0 ناتج جمع A1 مع T7. نفس المبدأ الآن هون، what is the assembly instruction represented by this machine code. نفس الشيء راح افرضها على شكل 32 بت باينري، اصلا البروسيسور هيك بجيبها من الميموري باينري. فهو بيعرف انه اول ثلاثه هم ايش؟ اول سته عفوا هم ايش؟ اوب كود، دائما ثابت اوب كود.
فالاوب كود 03 هكس، هاي 3 هكس ديسمال مزبوط. طيب شو الانستركشن اللي الاوب كود تبعها 3 هكس؟ اذا بتروح على الشيت بتلاقي انه هي عباره عن الجمب اند لينك انستركشن. جمب اند لينك معناها ما تبقى من البيتس هم عباره عن ايش؟ ادرس فيلد، صح ولا لا؟ يعني هو جي فورمات، جي تايب او جي فورمات الانستركشن. فهدول البيتس ببساطه هم عباره عن جزء من الادرس تبع السبروتين اللي بتحكي معاه الجمب اند لينك انستركشن، اللي بتحكي معاه الجمب اند لينك انستركشن. فبالتالي الانستركشن هي عباره عن جمب اند لينك ذس، اللي هي هاي الفاليو بالديسيمال. هلا لو حطيناها بالباينري اتس فاين، لما نكتب الانستركشن لو حطيناها بالهكساديسيمال اتس فاين، في النهايه كل شيء بده يتحول لباينري. فالان هاي العمليه اني انا عم بنتقل من ماشين كود انتو اسمبلي بسموها ديس اسمبلينج، يعني اني اعكس عمليه الاسمبلينج اللي هي التحويل من ماشين من اسمبلي ليفل او من اسمبلي لانجويج انتو ماشين لانجويج. وهي نوعا ما الاشي اللي بتسوى في الهاردوير لما البروسيسور بده ينفذ الانستركشن، لازم يعرف شو هي الانستركشن حتى يعرف وات تو دو. فهو بتروح بتلاقي بعد ما يسوي فيتش للانستركشن من الميموري مباشرة لازم أصممه إنه يطلع على الـ most significant 6 bits، وبناء عليها يقرر شو الـ instruction format، هل هو I type ولا J type، ويقرر هل في function field ولا ما في function field، وبناء عليه يعرف شو هم الـ operands تبعت هاي الـ instruction، شو هم مدخلات هاي الـ instruction، هل هم registers، هل هم immediate، هل في address field and so on. واضح الفكرة؟ تمام واضح. طيب الاكزامبل اللي بعده برضه مهم جدا لانه بيثبت بعض المفاهيم المهمه بالكورس واللي غطيناها في اماكن مختلفه من التشابتر. فبحكي لي كالتالي: the address of the instructions of the instruction، يعني بلاش الاس، of the instruction being executed is 0008. يعني بحكي لي في كل واحد من الفروع التاليه الادرس of the instruction هو 8 هكساديسيمال. Then if this instruction is add dollar sign S0 dollar sign T9 dollar sign 0, then what is the address of the next of the instruction executed after this instruction؟ شو راح يكون الادرس تبع next instruction اذا كان الادرس تبع هاي الانستركشن 8؟ رح يكون ايش؟ كم رح يكون الادرس تبع الانستركشن اللي بعد الاد؟ مش المفروض بعديها بأربعة؟ بعديها بأربعة، فهي ايش؟ 8 هكساديسيمال زائد 4 شو بتكون؟ 12 اللي هي سي. 12 اللي هي سي. فاذا هذه الانستركشن لو انا قاعد بنفذها الادرس اوف ذا فولوينج انستركشن هو سي لانه بلس 4. الآن بحكي لي if this instruction, if the instruction that is being executed هو هي J256, then what is the address of the instruction executed after the jump instruction, after this instruction؟ يعني إذا the jump instruction موجودة عند الادرس 8، what is the address of the instruction that is will be executed after the jump instruction؟ فعليا هي الانستركشن الموجودة وين؟ عند الجمب ادرس، مظبوط ولا لا؟ فكيف بنحسب الجمب ادرس يا سولار؟ مش هاي ليبل المفروض ولا لا؟ هذا رقم اللي هو جزء من الادرس اللي هي القيمه اللي راح تتخزن داخل. بدنا نعمل سكيب لهاي الادرسز صح؟ ايوه بالضبط، بس بدنا نضربهم بقديش؟ بأربعة. ايوه نضربهم في أربعة. فاذا عادة كيف بنحسب الجمب ادرس؟ تتذكروا لما يكون في عندي جمب او جمب اند لينك انستركشن، حكينا بناخذ الادرس فيلد اللي هو 256 بنضربه بأربعة، يعني زي كأنه سوينا له شيفت ليفت باي 2. فهي ال 256 هيك شكلها بالباينري ك 26 بت. الان بسوي لها ضرب بأربعة، فزي كأني سويت لها شيفت ليفت باي 2 مظبوط، بتصير 28 بت. بعدين ما تبقى من الجمب ادرس بيجي من وين؟ من الابر 4 بيتس تبعت البروجرام كاونتر الابديتد.
updated program counter. فهدول الأربع صفار من وين إجوا؟ إجوا من ال upper four bits of the updated program counter. So the upper four bits بعد ما أسوي زائد أربعة رح يصيروا رح يضلوا إيش؟ صفار. لأنه الجمب instruction هاي 8. بس أنا وعم بنفذ الجمب instruction بتكون البروجرام كاونتر بيأشر على الانستركشن اللي بعدها، فلازم آخذ بعين الاعتبار هاي النقطة، لأنه ممكن لما أجمع أربعة الـ upper four bits يتغير، مزبوط؟ فلازم أنا أسوي update على البروجرام كاونتر بعدين آخذ الـ upper four bits وأدمجهم، أسوي لهم concatenation مع الـ 28 bits اللي هم هذه الفاليو ضرب أربعة. فهاي يعني هذا مثال كيف أحسب الجمب أدرس إذا في معاي الأدرس تبع الجمب إنستركشن والأدرس فيلد. بحكي لي if this instruction اللي هي الموجودة عند الأدرس 8 is jump link jump and link 100 then what is the content of dollar sign RA after executing this instruction. بدي زي هيك، شو رأيكم؟ إذا كان الجمب الانستركشن اللي عم بنفذها الآن واللي الادرس تبعها 8 هو 100، What will be the content of the return address register after executing this instruction؟ الادرس تبع الجمب اند لينك، الادرس تبع الجمب اند لينك ولا الادرس يعني اللي بعدها؟ مسيفين الادرس تاع النكست ادرس. صح، النكست ادرس مزبوط ولا لا؟ لازم مزبوط. يكون النكست ادرس. فاذا كان الادرس تبع الجمب اند لينك 08، فعشان ارجع على الانستركشن الموجوده بعد الجمب اند لينك لازم اخزن 0c اللي هي زائد 4، لانه حجم الجمب اند لينك انستركشن 4 بايت. فاذا الار اي ريجستر راح يخزن 000c. آخر فرع if this instruction is إذا كانت الانستركشن اللي عم بنفذها الآن والموجودة عند الادرس 8 هي this instruction and the condition evaluates to true then what is the address of the instruction executed after this instruction. شو رأيك يا سلاف؟ نجمع لها 25 ضرب 4 صح؟ أيوة، يعني إذا أنا هاي الانستركشن واقف عند الادرس 8 ديسيمال مزبوط، فالبروجرام كاونتر وين بيكون يأشر؟ على 12، وبالتالي الادرس اللي راح اروح عليه راح اسوي برانش لانه الكونديشن از ترو في ايكواليتي، فراح اجمع 25 زائد ضرب قديش 4 اللي هي 112 ديسيمال. 112 ديسيمال، فذيس از ذا ادرس تبع البرانش instruction. يعني this is the branch حكينا اسمه البرانش address، هذا الادرس اللي راح اروح عليه لما تكون البرانش instruction true او when it branches. اوكي، فهو اللي هو 112 او بالهكساديسيمال لو بدي اكتبه بصير. من وين جبتها هاي؟ زي ما حكينا اللي هو ال updated program counter او ال address of the instruction that follows the branch instruction زائد 4 في 25 اللي هي sign extended offset اللي هي بتطلع بهذا الشكل اللي هي this is actually the address. هدول أربع أسئلة مختلفة بيورجوني كيف أعرف الـ address of the next instruction في حالات مختلفة، لما تكون الـ instruction عادية arithmetic instruction مباشرة الـ address of the next instruction هو plus 4، لما تكون branch لازم أضرب في 5 بـ 4 وأسوي sign extension وأجمع، لما تكون jump and link وjump لازم أسوي pseudo direct addressing. مظبوط؟ أوكي أوكي، هلأ هون في عنا two examples تحويل من high level إلى assembly language. الإكزامبل الـ 15 ما فيه شيء كتير صعب، بيشبه كتير اللي سويناه في الأسايمنت، إكسبت أني بدي أنتبه أنه الأري فيها 32 إليمنت وكل واحد فيهم عبارة عن 16 بيتس وليس 32 بيتس. شو يعني 16 بيتس؟ يعني كل إليمنت عبارة عن 2 بايتس، هاف وورد أو 2 بايتس. فبالتالي لما أقرأ أي إليمنت من الميموري
واكتب اي element على الميموري في هاي الاري، ما راح استخدم load word و store word، راح استخدم ايش؟ load half word و store half word. وبدي انتبه اني استخدم ال unsigned version من ال load word، يعني راح استخدم load half word unsigned. ليش؟ حتى اسوي zero extension، لانه ال values اللي عم بسوي لها loading من memory هي unsigned values. و for loop بتمر على ال 32 element، وكل مرة بتضرب الإليمنت باثنين، بتضاعف الإليمنت وبتخزنه مكانه. ما رح أمر عليهم لأنه مفروض أنه عرفتوا كيف تسووا for loop بالassignment، فالموضوع مش كتير صعب. بدي loop counter يعني register، وأشوف هل مريت على كل الإليمنت ولا لا، وأخلي في بالي نقطتين، أنه أي عملية حسابية بدها تصير المفروض أسوي لها loading من الميموري، بعدين أخزنها إذا بدي أعدل الفاليو تبعت الأري أو الإليمنت في الأري. والنقطة الثانية أنتبه على نوع الأري، فزي ما حكينا هون half words، فلاحظ عم بستخدم LHU و SH store half word. والنقطة الثانية عم بسوي هون، لاحظ multiply x by 2. شو هي x؟ x هي loop counter، بس كل مرة بضربها باثنين. ليش؟ لأنه أنا بدي إيش؟ أنط 2 bytes، كل ما أتحرك من element لelement بدي أتحرك ب 2 bytes، بعدين بحطهم هون، فهون صار في عندي 2x، بعدين بجمعها مع البيس address، فبالتالي كل مرة أنا T0 شو بكون موجود فيه؟ بكون فيه موجود الادرس تبع الاليمنت بدي أسوي عليه access. فبدون offset، لاحظ هون بدون offset حطينا T0، لأنه T0 موجود فيه البيس ادرس زائد 2x، زائد 2x اللي هي عدد البايتس to skip كل مرة. فأول مرة x تكون صفر، فالx تكون صفر فبقرأ الarray of 0. ثاني مرة الx واحد، فبنط 2 bytes. المرة اللي بعدها 2 بنط 4 بايتس، وهكذا. هلا لو كانت الاراي هي بايت او كاركتر اراي، يعني كل اليمنت عباره عن بايت، ما في داعي اضرب في 2، صح؟ لاني بنط، لما اتحرك من اليمنت لاليمنت انا بتحرك 1 بايت في الميموري. فمروا عليه هذا الاكزامبل، يعني ما في شيء كثير صعب، بيشبه الشيء اللي سويناه في الهوم ورك. الاكزامبل الاخير برضو I will leave it to you، يعني ما في شيء جديد، عباره عن leaf function. اذا بتتذكروا حكينا شو يعني leaf، leaf function او leaf procedure، وبدنا نحوله لماشين لاسمبلي language. بدي انتبه انه هذا الفانكشن it is void، يعني ما بيرجع ولا value، there is no return value لهذا الفانكشن. بس شو بيسوي؟ بياخذ two parameters اللي هو الـ starting address للـ array x والـ starting address للـ array y، و both x و y هم عبارة عن إيش؟ character arrays، يعني عبارة عن strings. وشو بيسوي؟ هو بيسوي str copy، يعني بيسوي string copy، بنسخ الـ character y بوديه للـ character x، بنسخ character y بوديه للـ character إكس. تمام، فبدنا نحوله لماشين كود. طبعا هون نقطة مهمة، انه كيف بدي اعرف انا اني خلصت الاليمنتس؟ عادة زي ما بتعرفوا يمكن من السي، انه الكاركترز بيكونوا نال تيرمينيتد. شو يعني نال تيرمينيتد؟ يعني كيف بدي اعرف نهاية الكاركتر في الميموري؟ بيكون اخر كاركتر فيه هو النال كاركتر، اللي هو فعليا النال كاركتر إذا بتطلع على الأسكي كود تبعه اللي هو زيرو. آخر كاركتر إذا بيكون قيمته صفر كأسكي، اللي هو عبارة عن بالأسكي اللي هو عبارة عن النال كاركتر، وعادة يستخدم to indicate the end of the string، the end of the string. فإذا بس ببساطة يعني أرسم لك إياها على مستوى الهاردوير شو اللي بده يصير. This is the memory، وفي عندي some character array اسمها y موجودة starting from some address، فهذه الarray اللي هي y بدي أنسوي لها copy للarray اللي اسمها إيش؟ x. وأنا كل اللي بعرفه عن y الstarting address تاع
تبع y of 0 وبعرف الستارتنج ادرس تبع x of 0. فأنا ببساطة بدي أخذ الإليمنت الأول أوديه للإليمنت الأول، الإليمنت الثاني أوديه للإليمنت الثاني وهكذا. الآن الفكرة هون ما في شيء صعب، إنه بس كيف نعرف نتعامل مع البروسيجرز أو الفانكشنز بالمابس، وإحنا بنعرف يعني هدول input values أو input parameters، فرح أمررهم بال رح أمررهم بالvalue registers اللي هم الV registers V0 V1 عفوا بالA registers الargument اللي هم A0 A1 A2 A3. ما في return value فما رح أستخدم الV registers. النقطة الثانية إنه هل في داعي أسوي push و pop على الستاك؟ فهو هون بحكي لي assume that the variable I is in dollar sign S0 and it is used by the caller. يعني اللي بينادي هذا الفانكشن اوريدي عم يستخدم S0. فشو معنى هذا الكلام؟ لما اجي احول هذا الكود من هاي ليفل لاسمبلي لانجويج ككومبايلر لازم انتبه انه الS0 شو اسوي فيها؟ اعطيها لاي، اعطيها لاي، بس ايش برضه بدي اسوي؟ لازم احافظ عليها ما اغيرها لما انادي الفانكشن. فهذا الكلام شو معناه؟ اني اخزنها temporarily وين يا سلاف؟ على الستاك. مزبوط؟ بس بالكود مكتوب انه بنعملها زيرو وين؟ فهذا الكود اللي موجود جوا الفانكشن. بس انا قبل ما اعدل قيمه الاس زيرو جوا الفانكشن لازم انتبه انه الاس زيرو اصلا مستخدم باي ذا كولر. فاذا شو معناها؟ ما بصير الفانكشن يغير هذه القيمه. فكيف ممكن استخدم اس زيرو جوا الفانكشن وما اغير قيمته؟ لازم اخزنه بشكل مؤقت وين؟ بالستاك. بالستاك. فهذا اللي بصير فعليا هون، سوى بوش للاس زيرو على الستاك، فتح له سبيس، سوى تغير الستاك بوينتر، فتح سبيس، سوى بوش بمعنى اخر، بعدين كتب الكود اللي بكل بساطه ممكن بسهوله انت يو كان تريس ات، اللي هو ببساطه بجيب الادرس تبع الاليمنت تبع واي، اللي هو ببساطه البيس ادرس اللي هي اكس، هذه الاي عفوا، وهذا الاي 1 هو الادرس تبع واي. هو حكى لي افترض انه البيس ادرس تبع واي في ارجمنت ريجستر 1. فهون انا شو سويت؟ جنري جمعت هدول اللي هي i زائد دولار ساين اس اي 1 i زائد دولار ساين اي 1 اللي هو ببساطه هذا الادرس اوف اليمنت y اوف i، صح؟ بعدين رحت جبت الفاليو من الميموري لود بايت انسايند. لاحظ استخدمت لود بايت لانه عم بجيب 1 بايت، وانسايند لانه كاركتر عم بجيبه من الميموري. بعدين هون بحسب الادرس تبع اكس بنفس العمليه، اي 0 فيها الادرس البيس ادرس تبع اكس، بجمع لها اي بصير معي الادرس تبع اكس اوف اي. شو اللي المفروض اسوي؟ جبت الواي بدي اخزنها بالاكس، فاستوى ستور بايت الفاليو اللي موجوده هون بهذا الادرس. شو الفاليو الموجوده هون؟ هيها اللي هي الواي اوف اي. طيب كيف بدي اعرف اني خلصت ولا لا؟ ما بعرف طول الكاركتر سترينج اللي هو واي، بعرفش كم كاركتر فيه، بس بعرف انه اخر كاركتر فيه هو ايش؟ النال كاركتر باك سلاش زيرو. يعني انا بكتبها باك سلاش زيرو بالسي، بس هي بالاكشوال بالباينري ريبريزنتيشن هي عباره عن ايش يا سلاف؟ هي زيرو النال. وكم قيمته؟ زيرو، هو زيرو. يعني عبارة عن باينري زيرو بالاسكي، باينري زيرو معناها نل. فكيف بدي اعرف اني خلصت ولا لا؟ طلع كيف؟ قارنت الفاليو اللي قرأتها من واي اللي هي موجودة في دولار ساين تي زيرو مع دولار ساين زيرو. لأن إذا كانوا متساويين معناها go to what؟ go to done. شو يعني متساويين؟ إنه الفاليو اللي قرأتها اللي هي الواي اي از ذا نل كاركتر، بالتالي خلصنا، ما في داعي اني اكمل. Otherwise لازم أسوي increment للآي، أيوه increment للآي i plus 1، بعدين jump to where؟ jump to loop. الآن لما أخلص قبل ما أسوي return
بدي انتبه انه اسوي ايش بوب لاي فاليو سويت لها بوش على الميموري، لاي فاليو سويت لها بوش على الميموري. فعليا انا سويت بوش للاس 0 يعني 1 فاليو، فسوينا لود وير دولار ساين من الستاك، بعدين رجعنا الستاك زي ما كان، ادجست الستاك محل ما كان. تمام، فهذا الفانكشن بيسوي كوبي من سترينج من كاركتر اري لكاركتر اري، بعرف الادرس بعرف الادرس، وهو نل تيرمينيتد سترينج، ففي اخر كاركتر في الواي هو نل كاركتر. هلا لاحظ هذا الفانكشن ما بيرجع شيء، يعني انا بس بعطيه البيس ادريسز وهو بيسوي عمليه الكوبي اند ذير از نو ريتيرن فاليو. فهون تحت بيسالني what if the function is to return the number of characters as a return value، يعني بعد ما اسوي الكوبي برضو بدي الفانكشن مش بس يسوي الكوبي، بدي لما يرجع يرجع لي عدد الكاركترز الموجوده في واي، عدد الكاركترز الموجوده في واي. ببساطه بدي اعد، انا بدي عداد يعد لي كم من مره نفذت هاي اللوب، وهذا العداد اوريدي موجود اللي هو مين اس 0، فما علي غير اني اخذ الاس 0 وارجعها بواحد من الريتيرن فاليو ريجسترز اللي هم الفي ريجسترز. كيف ممكن انسخ الاي للفي 0؟ جمعتها مع صفر، حكينا ما في كوبي انستراكشن، ما في موف انستراكشن. ف يعني this equals or equivalent to move او بدون اي اذا بدك دولار ساين في 0 دولار ساين اس 0. شو بتسوي الانستراكشن؟ بتسوي كوبي من هون لهون. ليش بدي احطه هون؟ لانه هذا الريتيرن فاليو ريجستر. طيب والاس 0 شو فيها؟ فيها قيمه الاي، عدد الاي، يعني فيها كم مره سويت اتريشن جوا اللوب، يعني كم كاركتر قرات من الميموري. طبعا هاي الانستراكشن مش موجوده في الداتا شيت او في الانستراكشن شيت، لكن بقدر استخدمها. يعني اذا بروح هون I guess انها موجوده هون. يس هاي موف، موف مع اي مش بدون اي، مع اي موف. لكن طلع شو كاتب لي جنبها؟ بي. شو يعني بي؟ انه مش موجود بال، يعني instruction مش حقيقيه. sudo instruction، مزبوط. it is a sudo instruction مش حقيقيه، فبقدر استخدمها انا، لكن الاسمبلر راح يحولها لايش؟ لانستراكشن حقيقيه، اللي هي ممكن يكتب شيء زي اللي احنا كتبناه هناك، انه هي عباره عن اجمع الفاليو اللي بدك تنقلها مع الريجستر وحطها بالديستنيشن اللي بدك اياه. alright، فهذا الفايل راح احطه انا على الاي ليرنينج يعني اليوم ان شاء الله، فحاول انك تمشي عليه. اوكي، any question؟ لا تمام دكتور. تمام، طيب بدي اروح، ما راح ابلش يعني تشابتر جديد اليوم، بس بدي اروح واحكي عن المارس سيميوليتر. بدي احكي عن المارس سيميوليتر اللي هو ببساطه من اسمه عباره عن برنامج بقدر استخدمه حتى احاكي عمليه تنفيذ الانستركشنز اللي ممكن اللي موجوده في برامج اللي مكتوبه بالميبس، بالميبس اسمبلي لانجويج. فهذا البرنامج زي المارس، وفي برامج اخرى يعني في سيميليترز اخرى للميبس انستركشن سيت اركيتكتشر زي السبيم، في برنامج اسمه سبيم برضه. هذاك البرنامج بقدر انا كيوزر اني اكتب فيه برامج وانفذ هاي البرامج وكانه هاي البرامج قاعده بتتنفذ على ميبس بروسيسور. طبعا هذا الكلام مش حكر بس على الميبس، ايزا كل الايزاز كل الانستركشن سيت اركيتكتشرز بتلاقي فيه لهم سيميليترز، بحيث انت كيوزر ممكن انك تجرب تكتب برامج وتسوي لها ران وتطلع هل البرامج صحيحه ولا مش صحيحه بدون ما فعليا يكون عندك البروسيسور نفسه، بكون ما يكون عندك البروسيسور
اللي ذات امبلمنتس ذس انستراكشن سيت. يعني مثلا انا هاي هلا اللابتوب تبعي هو انتل بيزد بروسيسور او اكس 86 انستراكشن اي اي 32 انستراكشن سيت اركيتكتشر، مع ذلك راح انفذ عليها مبس انستراكشنز، بس هل فعليا انا راح انفذهم على البروسيسور مباشره؟ لا، انا راح انفذهم على برنامج مكتوب بلغه معينه بيقدر يفهم المبس وينفذهم على اي على انتل بروسيسور. عشان هيك اسمه سيميوليتر، يعني هو بيسوي محاكاه اكثر من انه بيسوي اكتوال اكسكيوشن. فهذا البرنامج لطيف انه نتعلم عليه، راح اعطيكم عليه تو اساينمنتس خلال الاسبوعين او الثلاثه اللي جايات. الان حطيت انا على الاي ليرنينج، حطيت على الاي ليرنينج ملف فيه فكرة عن المارس سيميوليتر، كيف تسوي له داونلود وانستوليشن. طبعا هو ما بده انستوليشن، انا هي موجود عندي هون، هو عبارة عن اكسكيوتابل فايل، جار فايل مكتوب بالجافا، اكسكيوتابل فايل بالجافا. لكن هذا الفايل حتى يشتغل ما بقدر اشغله زي ابلكيشن اي ابلكيشن اخر، لازم يكون في عندي جافا فيرتشوال ماشين، فلازم انزل جافا فيرتشوال ماشين للملائمه للكمبيوتر تبعي، بعدين انزل هذا البرنامج. خليني انا اشوف وين انا فاتحه الفايل هذا. يس، ذس از ذا بي دي اف فايل اللي انا حاطه على اللي انا حاطه على الاي ليرنينج. فهون بيعطيني انه المارس هو بكل بساطه هو Java based زي ما حكينا program IDE، بقدر اكتب فيه MIPS assembly programs واقدر اسوي فيهم simulation. كيف اسوي installation؟ هاي المعلومات موجوده هون، لازم اروح على هذا الموقع واجيب الجار فايل، هي mars.jar. لكن هذا الفايل ما راح يشتغل، هذا الفايل ما راح يشتغل الا لما انزل الجافا فيرتشوال ماشين. لازم انزل الجافا فيرتشوال ماشين. زي ما هو كاتب لي هون، because it is a jar file you should have the java j2se اللي هي in the system to run the simulator. فهي مش كتير صعبه، بس اكتب java j2se download بوديك على موقع شركه اوراكل، من هناك نزل الملف هذا، سوي له انستوليشن، بعدين مجرد ما سويت له انستوليشن سوي دبل كليك على الفايل هذا اللي هو بتنزله من الموقع تبع السيميليتر وراح يشتغل. فلو اسوي عليه انا الان دبل كليك راح يفتح لي برنامج اسمه مارس. هذا الانترفيس تبعه، هذا هو الانترفيس تبعه، very simple الانترفيس تبعه. بقدر فعليا اكتب البرامج تبعتي في هاي المنطقه اللي هي الاديت، بقدر اكتب البرنامج تبعي. طبعا حتى افهم السيميليتر انه انا عم بكتب وين الاسطر اللي فيها الانستركشنز تبعت البرنامج تبعي، بتحكي لهم هذا ما درهمش عاده. بالله عندي محظوظين فين؟ مين فاتح المايك؟ سلاف لو سمحت. فبقدر انا اسوي نيو، بيطلع لي لاحظ هون اسم الفايل mips1.asm. يعني this is the assembly file. again مره ثانيه شو اللي سويته انا، خليني عشان كان في صوت، راح اكبس على هاي اللي هي create a new file. فبقدر اسوي create a new file وبقدر اكتب البرنامج تبعي هون زي ما كنت عم بكتب على الورق او زي يكون ما هو مكتوب بالسلايدز. فمثلا بقدر اجي احكي له دوت تكست، لان هذه الدايركتيف بنسميها دايركتيف او الستيتمنت، هذه هي مش انستراكشن للمبس، هي انستراكشن للسيميليتر، عشان احكي له انه الكود تبعي ببلش من هذه النقطه. مثلا اجي احكي له اد دولار ساين مثلا اس 0 دولار ساين اس 1 دولار ساين اس 2، بعدين احكي له مثلا اد ايميديت دولار ساين اس 1 دولار ساين مثلا 0
بعدين 5 بعدين store word dollar sign s1 مثلا 0 مثلا احكي له 1000 dollar sign 0. مجموعة بسيطة من الانستركشنز راح اخذنه انا مثلا عشان ما اسوي اوفرلاب، راح اخزنه اسميه MIPS او تيست test.asm. هاي سيف. الان كتبت الكود تبعي، طبعا زي ما حكينا هذه دوت تكست معناها انه انا هون عم بفهم السيميليتر انه البرنامج تبعي هيو موجود عندي starting from line number 5. line number 5 ليش لازم احكي له هذا الكلام؟ لانه راح احكي كمان شوي انه مرات بحتاج اني اعرف داتا موجوده في الميموري، ف بدي أمي خلي السيميليتر يعرف يميز وين الداتا وين الكود. فالآن هذا البرنامج البسيط بكل بساطة بقدر أسوي له ران، لأن قبل ما أسوي له ران لازم أسوي له أسيمبل. أسيمبل يعني لازم أحوله لماشين كود، لازم أحوله لماشين كود، وبعدين لازم أسوي له لودينج في الميموري، لازم أخزنه في الميموري. فبسوي له أسيمبل، لأن مجرد ما سويت أسمبل إذا ما في عندي أخطاء في كتابة البرنامج رح يوديني على الإكسكيوت تاب. تمام؟ على الإكسكيوت تاب. طبعاً إذا كان في أخطاء رح يطلع عندي تحت هون في المنطقة بالويندو اللي تحت اللي هي المسجز، رح يطلع عندي شو هي الأخطاء أو بأي لاين موجودة، زي الإشي المشابه اللي كنا نشوفه بكمبايلينج السي بروغرام. فإذاً إذا برجع الإدت هاي البرنامج تبعي ما تغير إشي، بكبس هون الاوبريشن كومبليتد سكسسفولي اللي هي الاسمبل. مثلا لو جيت حكيت له كتبتها زي هيك وبعدين سويت له ران اسمبل، حكى لي ايرور انه بلاين 6 كولوم 1 في عندك خطا انه ADI is not recognized operator. مش معروف شو هي، ما في انستركشن اسمها ADI. فزي هيك بقدر اعرف وين الايرور تبعي واحاول اني اصلحه. طبعا اذا كان سنتكس ايرور، يعني ايرور انه في عندي خطا انه عم بستخدم انستركشن مش موجوده، ريجستر مش موجود، اند سو اون. فليتس اسمبل وان مور تايم، او بكبس اف 3 او باجي على المنيو هون وبحكي له اسمبل. زي ما حكينا اذا سويت اسمبل وما في ايرورز مباشره بوديني على الاكسكيوت تاب. الان في الاكسكيوت تاب انا بقدر اسوي رن فعليا للبرنامج تبعي. بس قبل ما نسوي ران خلينا نطلع شو في عندنا اشياء او معلومات موجوده هون. في عندنا بهذه الويندو اللي هي التكست سيجمنت او الكود سيجمنت، تكست سيجمنت او كود سيجمنت، بيورجيني الان كل انستراكشن كتبتها في البرنامج تبعي، بيورجيني المشين كود تبعها. شو يعني المشين كود؟ يعني كيف شكلها في الباينري، زي الاكسرسايز اللي سويناه اليوم في الاكزامبل، او زي الاكسرسايز اللي سويناه في الهومورك. وبورجيني وين الادرس. طبعا هو باي ديفولت الاسمبلر او السيميليتر بيفترض انه البرنامج تبعك will be loaded دائما عند الادرس اللي هو قديش هاد 400000 هكساديسيمال. مظبوط 400000 هكساديسيمال. فدائما البرامج بتبلش من الادرس 400000. لاحظ الانستركشن اللي بعدها شو الادرس تبعها 400004 400008 وهكذا. فمثلا هون ممكن شيء استفيد منه انه اي انستركشن بدي اعرف المشين كود تبعها بقدر احطها على السيميليتر واسوي له اسمبل بيعطيني المشين كود تبعها. طبعا هيك شكلها انا كتبتها هون اللي هو السورس. هون طلع كيف حول لي اياها، حط لي الريجسترز بالارقام تبعهم، يعني دولار ساين اس 0 هو دولار ساين 16، دولار ساين اس 1 هو دولار ساين 17، دولار ساين اس 2 هو دولار ساين 18 وهكذا. يعني بياخذ هاد وبيبدل الليبلز بالارقام، يعني طلع دولار ساين 0 حطها ايش؟ دولار ساين 0 ريجستر. تمام؟ وهكذا. ف This is basically a text segment اللي هي بتورجيني كل لاين موجود في الكود تبعي كيف شكله بالبيسك ريبريزنتيشن، يعني بدون ليبلز، كيف شكله كماشين كود، وين الادرس تبع هاي الانستركشن starting from address 4000. الان المنطقه اللي موجوده على اليمين هون اللي هي التاب اللي هو الريجسترز، هاي المنطقه بسيطه، ببساطه بتورجيني كل ريجستر من الريجسترز اللي حكينا عنهم اللي هم 32 ريجسترز من دولار ساين 0 لغايه الار اي ريجستر، بورجيني شو الفاليوز اللي موجوده فيها. طبعا هاي الفاليو على اليمين
وبالنص هذا رقم الريجستر، بالنص اللي هو رقم الريجستر. طبعا هون برضو بيورجيني البروجرام كاونتر، البروجرام كاونتر كم القيمة تبعته. طبعا هلا راح نسوي سيميليشن ونشوف كيف القيم بتتغير. فهذا المنطقة اللي على اليمين. الآن المنطقة اللي تحت اللي هي اسمها مسميها الداتا سيجمنت، هذه المنطقة هي المنطقة فعليا الميموري. الداتا سيجمنت هي برضو الميموري لكن starting from different address، اللي هو هون مثلا 110,000 هكسا ديسيمال اللي هو الديفولت ادرسينج لتخزين الداتا في الميموري. فالآن أنا بالبرنامج البسيط تبعي عم بحكي مع الميموري، عم بحكي مع الادرس فعلياً اللي هو 1000، الادرس اللي هو 1000. فبقدر بهاي المنطقة اللي هي الداتا سيجمنت أشوف الميموري لوكيشنز وأشوف كيف الفاليوز برضو عم تتغير فيها. طبعاً المنطقة اللي هون اللي هي الليبلز، ما في ليبلز بالبرنامج تبعنا so far، لكن الاكزامبل اللي بعده راح نشوف ليبلز. لان هاو كان اي رن اند اكسكيوت ذس بروجرام، في عندي هون مجموعه من الباتونز في الاعلى، في عندي مجموعه الباتونز، هذا اللي هو زي كبسه البلاي بحكي لي رن ذا بروجرام. لما اكبس عليه راح يسوي رن اول ذا انستراكشنز، راح ينفذ كل الانستراكشنز. او بقدر اكبس هاي اللي هي البلاي مع 1 اللي هي بلاي 1 ستيب ات ذا تايم، بنفذ انستراكشن باي انستراكشن. اند ذس از يوسفول تو ديبج ذا بروجرام، اني امشي على البرنامج خطوه. وطبعا دائما قبل ما ابلش تنفيذ اي برنامج يفضل اني اسوي ريسيت، اسوي ريسيت حتى ابلش وكل الريجسترز ار كليرد تو زيرو، كل الميموري از كليرد تو زيرو اند سو. تمام. فالآن بقدر أسوي مثلاً الآن سويت ريسيت، بقدر أسوي ستيب. لاحظ البرنامج تبعي راح يكون عند أول إنستركشن، فراح نسوي ستيب بهذا الشكل. فصار الإنستركشن موجودة هون، أو صرته الآن واقف عند هاي الإنستركشن اللي هي باللون الأصفر. طبعاً هون على اليمين ورجاني سوالي هايلايت للريجستر S0. ليش سوالي هايلايت للريجستر S0؟ لأنه الإنستركشن اللي نفذتها اللي هي هون بتكتب على S0، بتكتب على S0. فأي ريجستر بتغير أنا وقاعد عم بنفذ البرنامج بصير له هايلايت حتى يورجيني أنه هذا الريجستر اتغير بعد تنفيذ هاي الإنستركشن. طبعاً الإنستركشن اللي بعدها اللي هي بتجمع 0 مع 5 وبتحطها ب S1. فالآن المنطقياً إذا بكبس ستيب المفروض S1 يتغير وتصير قيمته كم؟ 5. هاي صارت قيمته 5. الخطوة اللي بعدها إنه راح أخذ S1 اللي هي 5، المفروض مخزن 5، وأخزنها بالآدرس اللي هو كم راح يكون الآدرس؟ 0 زائد 1. فراح أروح على الميموري على الآدرس 1000 وأخزن هاي الفاليو. إذا بسوي ستيب، إذا بسوي ستيب المفروض إنه أروح أخزن هذه الفاليو، تروح تتخزن على الميموري. طبعاً هون تحت أعطاني مشكلة أو أعطاني إيرور، حكالي execution terminated with errors، بحكي لي runtime exception at 4008. شو هو 4008؟ هذا الأدرس اللي هو الأدرس of this instruction. فهو بحكي لي الأدرس اللي عم بتحاول تكتب عليه اللي هو 1000 زائد 0 is out of range، مش مسموح لك أنت بالبرامج تبعتك تخزن على هذه الأدرس اللي هو reserved. هذا الأدرس فعليا reserved. فالسيميليتر بيسمح لك تخزن على أي أدرس starting من هذا الأدرس اللي هو 110,000 اللي هي الداتا سيجمنت. أي إشي بتحاول تخزنه على منطقة قبل هذا الأدرس راح يعطيك إيرور زي ما إحنا شايفين هون. فخلينا نروح نشوف مثلا كيف ممكن نسويها هاي. بس يعني أنا حاب أني نسوي زي هيك. بدي أروح على أدرس معين، مثلا أروح على الأدرس هاد اللي هو 110,000 هكسا ديسيمال. فراح أحكي له load upper immediate، load upper immediate مثلا دولار ساين AT 0x، حكينا 110,000 مضبوط 110,000 إشي زي هيك. خليني أتأكد بس double check اللي هي 110,000 بدون صفر. أوكي
110,000. الفكرة أنه بدي أسوي forming للأدرس هذا 0 0x0، بعدين or immediate إذا بتذكروا كيف أسوي large 32-bit address dollar sign at مع dollar sign 0 lower 4 bits. شو هم lower 4 bits؟ 110,000 حكينا، هذه واحد راح تكون dollar sign 0x اللي هم 0000. فالآن الـ AT، الـ AT صار فيه الأدرس اللي هو كم؟ 110,000. إذا بحط هون AT وبحط هون 0، فعلياً هذا البرنامج رح ياخد الفاليو الموجودة في S1 ويخزنها بالأدرس 110,000. خلينا نجرب أسمبل مرة تانية، ريست ريست مظبوط، ونسوي run. هاي step بعدين step، لاحظ كيف عم بسوي هايلايت على اليمين للريجسترز اللي عم تتغير. بعدين هاي الـ AT تغير، بعدين or immediate AT مع زيرو. لاحظ الـ AT صار صفر، ليش؟ لأنه أنا غلطت كتبت دولار ساين زيرو، فبالتالي لازم هون ما أسوي، لازم أسوي AT مظبوط، لأنه أنا بدي أسوي or بين الـ upper 16 bits مع الـ lower 16 bits. فإذا لوجيكلي البرنامج غلط. مرة تانية ريست ستيب ستيب ستيب، فلاحظ الـ AT سوينا OR مع الزيروز، فصار عندي 32-bit address راح أخزن في هذا الأدرس. إذا بسوي ستيب لاحظ هذا الأدرس هيو شو صارت قيمته؟ 5، اللي هو هذا الأدرس، اللي هو فعليا هذا الأدرس. طبعا كيف بقدر أعرف إنه هذا الأدرس؟ في هون تشيك بوكسز، هل بدك هكسد اسم الأدرسز ولا لا؟ إذا بشيل التك بوكس هون لاحظ صار الأدرس اللي هون هو الأدرس اللي موجود في الـ AT register، هو الأدرس اللي أنا رحت عليه. طبعا نفس الشيء بالنسبة للvalues، I can display the values in hexadecimal or in decimal أو in ASCII حتى، بقدر أورجيه display بال. فهذه هي الفكرة ببساطة، بقدر أكتب instructions، بقدر أسوي assembling وأكتب برامج كاملة متكاملة، بقدر أسوي ستيبينج. طبعاً إذا ما بدي أسوي ستيب، إذا ما بدي أسوي ستيب لأنه ممكن يكون البرنامج طويل فيه 1000 instruction، لكن بدي أوقف عن نقطة معينة، يمكن نعرف هاي الفكرة، أني بقدر أجي أكبس هون break point وأحكي له run. هلأ ما رح يسوي run لكل البرنامج، رح يسوي run لغاية break point. فلاحظ كيف وقف هون، وقف هون حكالي أنا وصلت لهون، بقدر ساعتها أكبس run one step أمشي step، أو بقدر أحط لي break point، بقدر أشيلها، بقدر أرجع خطوة. لاحظ بقدر يرجع خطوة، طبعا هذا الحكي مستحيل في البروسيسرز بس هذا simulator في النهاية، بقدر أرجع back in my program. ف this is the basic idea of the Mars، إنه أنا بقدر أكتب برامج، بقدر أسوي assembling، بقدر أسوي loading في الميموري للبرامج، بقدر أسوي step through and so on. Alright. طيب هلا لو كان البرنامج تبعي فيه داتا، فيه داتا بالسيميليتر، بقدر اقول له دوت داتا. دوت داتا معناها انا بدي اخزن مجموعه فاليو، بدي من السيميليتر يخزن لي مجموعه من الفاليوز او فاليو واحده او اكثر، starting at the default address اللي هو 0 100 حكينا 10,000. فباي ديفولت هذا السكشن من الميموري محجوز للداتا، السكشن تبع الكود محجوز ابتداء من 0x 0x قديش حكينا 400. خلينا نشوف، طبعا انا ما اقدرش اكتب هيك، لازم احط هاش، هاش يعني كومنت، هاش يعني كومنت. فلنزل نجرب نسوي اسمبل. الادرس هو من 40,000، قديش هاي 400,000، من 400,000 هكساديسمال. فدائما البرامج اللي هي الكود او التكست تبعي ببلش من 0x0400000. دائما البرامج بتبلش من هذا الادرس في الميموري، والداتا بتبلش هون. فزي ما شفنا قبل شوي بالايرور اللي صار، انه حاولت اكتب على ادرس تحت هذا الادرس في الميموري فاعطاني ايرور، لانه هذا الادرس اللي تحت هو ريزيرفد، ما بقدر اني اكتب عليه. فلما اكتب شيء زي هيك في البرنامج تبعي، انا عم بفهم الاسمبلر او السيميليتر انه هون بدي اخزن داتا،
بدي اخزن داتا. كيف بعرف الداتا هاي؟ بحط ليبل، باجي بحكي له والله الفاريبل اللي اسمه اكس هو عباره عن دوت مثلا وورد. شو يعني دوت وورد؟ يعني عباره عن فاريبل حجمه وورد يعني 4 بايتس وقيمته مثلا 0x. لو نجرب نحط مثلا ff 01 02 03، فهذا هو الفاريبل تبعي اللي هو اسمه x، راح يتخزن ابتداء من هذا الادرس وهو حجمه وورد. فلو اسوي اسمبل الان واروح اطلع على الداتا سيجمنت تحت هون، فبلاقي هون لاحظ 00 هذا الادرس فيه هذه الفاليو. الادرس هاد زائد 4 ما فيه شيء، فيه صفر. الادرس هاد زائد 8 ما فيه شيء، فاضي. فانا هيك بقدر اعرف فاريبل اسمه اكس مخزن بهذا الادرس starting from this address. طبعا راح ياخذ 4 بايتس زي ما احنا عارفين. طبعا ممكن انا اخزنه بفورمات مختلفه، ممكن يكون هاف وورد، ممكن يكون بايت. شو هذه دوت اللي هي بتحدد نوع الداتا؟ فمثلا ممكن اجي احكي له هون y تساوي دوت مثلا بايت، يعني يكون حجمه بايت، او دوت اسكي مثلا، او دوت مثلا هاف. شو يعني؟ عم بعرف له حجم الفاريبل. كيف كنت بالسي اكتب له شورت انتجر، لونج انتجر، كاركتر، سترينج، شيء زي هيك. فهون نفس الشيء انا عم بفهم السيميوليتر شو الداتا وشو نوعها. فلو حكينا هون دوت وورد، وخليني اغير الفاليو هذه مثلا تكون 15 وفاليو هون تكون 18، ونجي نحكي بدنا نكتب برنامج. لو بدنا نكتب برنامج يجمع هدول التو فاليوز، يجمع هدول التو فاليوز، فكيف ممكن اكتب برنامج يجمع هدول التو فاليوز؟ بكل بساطه لازم اروح على الميموري اجيب الاكس، اروح على الميموري اجيب الواي. طب شو الادرس تبع الاكس؟ لاحظ هاي الادرس تبع الاكس. شو الادرس تبع الواي؟ اللي هو هذا الادرس زائد كم؟ زائد 4، لانه الاكس راح يترتبوا ورا بعض. يعني جرب سوي اسمبل، طلع هاي الاكس وهاي مين؟ هاي الواي. فعليا هاي الاكس وهاي الواي. الاكس موجود عند هذا الادرس بلس 0 اوفست، الواي موجود عند هذا الادرس بلس كم؟ 4 اوفست، وهكذا. فالان شو ممكن اسوي؟ كيف ممكن اسوي عمليه الجمع؟ بكل بساطه لازم اروح اجيب الاكس واجيب الواي. الان كيف بدي اجيب الاكس؟ بدي الادرس تبعها، فلازم اسوي عمليه زي هيك، صح؟ اسوي 32 بت ادرس، اجيب ال 32 بت ادرس واجمع، اجيب ال 32 بت ادرس واجمع. فممكن انا اجي احكي، انا عارف اكس وواي ورا بعض، فاجي احكي لود ابر ايميديت دولار ساين مثلا 80، اللي الريجستر اللي بدك اياه، او تي 0 مثلا، احط اللي هي 0x. حكينا قديش احنا ضلني انساها الفاليو انا، اللي هي 0x0x0x1001، مظبوط، اللي هي هي تحت، سوري هي تحت. بعدين احكي له اور ايميديت مثلا زي هيك، اور ايميديت زي هيك، بس مش تي 0، راح احكي له مش اي تي عفوا، راح احكي له تي 0 وتي 0 و 00. الان تي 0 شو صار فيه موجود؟ صار فيه موجود الادرس تبع اكس، فبقدر اجي احكي له لود وورد مثلا دولار ساين اس 0 اللي هي الاكس. من وين اجيبها؟ صفر دولار ساين مين؟ تي 0، صح؟ طيب لود وورد دولار ساين اس 1 اللي هي بدي اجيب الواي. الان لاحظ الاوفست راح احطه 4 دولار ساين تي 0، لانه الفرق بين الاكس والواي هو 4 بايتس. بعدين راح احكي له اد دولار ساين مثلا اس 2 دولار ساين اس 0 دولار ساين اس 1. جمعت الاكس والواي، احكي له ستور وورد مثلا بدي اخزنهم باك انتو واي، بدي اخزنهم باك انتو واي، فدولار ساين اس 2 اخزنها 4، دولار ساين تي 0 دولار ساين 4 دولار ساين تي 0. وهذا الحكي كله ما بدنا اياه، هذا الحكي بدنا شيء. فصار البرنامج تبعي برنامج بيجمع اكس مع واي وبيخزن النتيجه باك انتو واي. فزي كاني عم بترجم
أو عم بكتب statement زي هيك y equals y plus x y equals y plus x. خلينا نسوي نجرب نسوي assemble. هاي سوينا assemble. هاي ال y وهاي ال x. خلينا نشوف hexadecimal. بدنا نشوف ال addresses. لا ال values. هاي ال values ال x 15 وال y 18 decimal. فبعد ما نفذ البرنامج المفروض ال y تصير 33. فلتس step. فلاحظ الواي صارت 33. طبعا you can watch the registers while I am stepping, you can watch the registers. تمام. الان طبعا هاي طريقة يعني اني اكتب بهذا الشكل طبعا متعب، لازم ممكن احاول استفيد من الكومبايلر او السيميليتر. فالسيميليتر بيسمح لي استعيض عن هدول، اكتب هدول بطريقه مختلفه، اكتب هدول بطريقه اسهل. طبعا هي الطريقه لا تحاكي الواقع لكنها فقط لتسهل علي. فبقدر اجي اقول له load word dollar sign s0x. شوف طلع كيف بكل بساطه اقول له x. هو شو راح يسوي؟ راح يروح يحول هاي الانستركشن لإشي زي هيك. هو راح يحولها زي هيك، اقول له load word dollar sign s1y. يعني فعليا زي كان عم بقول له روح جيب لي من الادرس تبع y، جيب لي الكونتنت تبع y وحطه بريجستر s1. فلو اشيل هدول، طبعا هدول مش actual instructions، يعني بس هي طريقه السيميليتر بيعطيني اياها حتى يسهل علي. فاذا بسوي assemble وبسوي reset، معلش نسوي reset ونسوي run، أعطاني هون execution terminated with errors. ليش زعل؟ خلينا نشوف هو أصلاً نسوي هو أعطى error ولا لا. reset رنجع هون assemble the program. فالassemble complete. فخلينا نسوي stepping 1 2 3 4. جمعنا مظبوط، ما رضي يخزن على الادرس. ليش ما رضي يخزن على الادرس؟ يعني بحكي لي عند اخر انستركشن لما جينا نسوي ستور مش راضي، بحكي لي term execution terminated with errors. لانه ما في تي زيرو، ما في تي زيرو بالكود تاعنا، بالكود تبعنا ما في تي زيرو. اه ايوه بالضبط، هو تي زيرو. تي زيرو كم يعني عم بستخدم تي زيرو بس فعليا قيمته صفر، فعم بيروح على الادرس 4، عم بيروح على الادرس 4. فانا لازم احط له هون يا ايش يا سلاف واي، بدي اخزنه باك واي. سيميوليت او اسمبل عفوا ريسيت رن. فهي صار 33 قيمه الواي، صارت 33 قيمه الواي. طبعا هلا يعني انا بقدر اعرف arrays، يعني مثلا بقدر اجي احكي الاكس هي مش بس 1 فاليو، الاكس هي مثلا 3 فاليوز 15 17 و19، مثلا شيء زي هيك. ما في مشكله طالما عم بستخدم هذا النوتيشن، يعني اسهل لي الي كبروجرامينج. الاسمبل سيميليتر راح يقدر بذكائه يحول الكود بشكل صحيح لابروبريت اسمبلي انستركشنز. يعني لاحظ انا عندي هون 4 انستركشنز، لو اسوي رن اسمبل راح الاقي انه في عندي 1 2 3 4 5 6 7 انستركشنز، بينما انا كم انستركشن كتبت؟ 3. ليش زادوا الانستركشنز؟ لانه هو فعليا حول هذا الشيء لشيء بفهمه البروسيسر، هذا ما بفهمه البروسيسر. تمام؟ لانه اللود وورد والستور وورد السنتكس تبعهم مش زي هيك، لازم اعطيه بيس زائد اوفست. فذاتس واي في عندي عدد الانستركشنز ما كانوا 4، عدد الانستركشنز هم 7 انستركشنز. بقدر اجي اقول له ما بدي اكس، بدي اكس بلس 1. شو يعني اكس بلس 1؟ يعني روح لي على الاليمنت رقم اللي هون، او اللي بدي بلس 2. تمام؟ هلا لو كتبت له اكس بلس 4 مين راح يكون في الميموري؟ الواي فعليا صح؟ او اكس بلس 3 عفوا. هذا اكس بلس 0، هذا اكس اوف 0، اكس اوف 1، اكس اوف 2، هذا واي بس هو فعليا الاليمنت رقم 4، بقدر اتخيله رقم 3 بالاري. فلو قلت له زي هيك run assemble ما في مشاكل، سوي له لاحظ عم بحكي له اكس بلس 1، يعني راح اخذ 17
واجمعها مع 18 فالواي لازم تصير 35. فلو سويت له ريست رن الواي سوينا رن اوكي اعطانا برضو تحت مشكله execution terminated with errors execution terminated with errors. ليش شو الايرور اللي اعطانا اياه الكود 16؟ طبعا هون بيعطيني معلومات بدي اروح ارجع للمانيوال تبع البروسيسر بس هي اسمبل completed successfully reset. نجرب مره ثانيه 1 2 في ايرور هو دولار ساين اس 1. طب يعني خليها بنشوف لود ابر واين دولار ساين اس 1 عم بيعطي ايرور على هاي لانه الدولار ساين خلينا نتاكد ريسيت هاي ستيب دولار ساين اس 1 اللي هو الاي ريجستر خزن فيه هذه الفاليو. خلينا نشوف هيكسا ديسيمال فاليوز اللي هو الادرس ستارتنج ادرس. طيب عم بقول له هون اجمع لي واحد مع الدولار ساين دولار ساين 1 وسوي لود وورد. طيب ليه عم بيعطي ايرور دولار ساين 1 اللي هو هاد مفروض ستيب ما عندي فكره ليه عم بيعطي ايرور لكن وي ويل تشيك ات يعني بسوي له تشيك او بنرجع لكم بس anyway you can easily address the labels او ال variables الموجودين بالميموري بهذه الطريقه والاسمبلر لحاله راح يحولها. فبتقدر تستخدم هذا البرنامج تكتب برامج تجربها يعني كل البرامج الموجوده عندك في السلايدز وفي الاساينمنت وفي الاكزامبلز يو كان تراي ذم وتتبع على الريجسترز وتتبع على الميموري كيف قاعده بتتغير وكيف تقرا منها and so on. هلا يعني بديش اطول ما احكي عنها ليتر يمكن بفيديو مستقل. السيميليتر بيمكنني انا كيوزر اسوي مجموعه من الاوبريشنز بحيث تصير الامور شوي مور انترستينج. بمعنى اخر بقدر اكتب كود جوا البرنامج تبعي اني مثلا اخلي اليوزر يدخل فاليو او اكثر. بقدر اكتب بعض الانستركشنز جوا البرنامج تبعي بحيث اني اطبع شيء بالمنطقه هاي اللي هي الرن اي او يعني مثلا اخليه يطبع لي قيمه ريجستر معين. هدول بسميهم هو السيستم كولز بسويهم السيستم كولز وهدول يعني مش كتير صعب كيف تسوي سيستم كول اللي هو من المارس هون اذا بتمشي تحت في شرح طبعا كامل عن الموضوع التكست سيجمنت الداتا سيجمنت اللي هو الرن تايم انبوت اوتبوت انه اقدر اسوي انبوت واوتبوت في البرنامج تبعي خلال عملية الاكسكيوشن. فإذا بتكبس على اللينك هذه على اللينك هذه بيوديك على هاي الصفحة. هاي الصفحة فيها مجموعة من السيست كبيرة من السيستم كولز اللي ممكن تسويها. فيها مجموعة كبيرة من السيستم كولز اللي هم من 1 إلى 59. احنا بدناش اياهم كلهم يعني بدنا نعرف كيف مثلا اخلي البرنامج تبعي يقرأ من اليوزر مثلا انتجر كيف يقرأ float كيف يقرأ double كيف يقرأ string كيف يطبع على الشاشة integer كيف يطبع كذا. طبعا هذا الكلام بالreal life موجود برضو انه البرنامج تبعك لما تنفذه على real processor هو فعليا كيف بده يقرأ يخلي اليوزر يدخل value معينة بيروح بيسوي بحكي مع الoperating system بحكي للoperating system بالله اطلب من اليوزر يدخل value عن طريق الكيبورد. هذا الاشي بيسموه system call. هذا الاشي بيسموه system كول انه البرنامج تبعك ينادي السيستم يعني ينادي الاوبريتنج سيستم ويطلب منه سيرفيس معينه يطلب منه سيرفيس معينه. فالخطوات استخدام هاي السيرفيسز سهله جدا هاي موجوده عندي هون. بدي احط فاليو معينه بالفي ريجستر اللي هي رقم السيرفيس اللي بدي انفذها وحسب نوع السيرفيس ممكن السيرفيس ما بتاخذ ارجيومنتس ما بتاخذ يعني input معين وممكن بتاخد. فهون بحكي لي اذا في argument معين بحكي لي شو لازم احط في اي register حتى تتنفذ هاي السيرفيس. يعني مثلا اذا بدي اسوي print لقيمة معينة على الشاشة فلازم اروح انا على register v0 واطبع القيمة هاي احط فيه 1
لأن طب شو هي القيمة؟ لازم تكون القيمة أنا قبل ما أنادي السيستم كول هذه أكون مخزنها بA0. يعني لو أروح على البرنامج تبعنا لو بدي أطبع قيمة الواي على الشاشة هون فرح أكتب له add immediate dollar sign V0 dollar sign 0 واحد. ليه؟ شو معنى هاد؟ هاي الانستركشن معناها حطيت واحد في الريجستر اللي هو V0. أيوه في الريجستر V0 تمام. هلا بحكي له سيس طيب شو معناها؟ بدي اطبع فاليو على بدي اطبع فاليو على الشاشه. طب وين هالفاليو هاي؟ لازم احط قيمتها ب A0. طب شو الفاليو اللي بدي اطبعها هون؟ قيمه واي. وين قيمه واي؟ موجوده موجوده في S1. هيها موجوده في S1. فرح اروح احكي موف، تتذكروا الموف، موف دولار ساين A0 بدي احط فيه دولار ساين S1. مين هي؟ او سوري S2 اللي هي الواي هي ولا واي هي سوري هي الواي والS2 هي فيها الواي الX بلس واي. فبعدين احكي له ايش؟ سيس كول. هلا سيس كول هاي مش انستركشن، هذه اتس نوت ان انستركشن، هذه بس كوماند للسيميليتر عشان ينفذ اللي انا طلبته. شو راح يسوي؟ راح يروح يطلع على V0 يفهم من الـ V0 أنه فيه واحد، معناها أطبع value وهي الـ value موجودة في الرجستر اللي اسمه A0. فراح نسوي assemble، بعدين نجي نحكي له خلي عينك على الشاشة تحت هون، أسوي reset أول إشي، خلي على الـ IO هون على المنطقة، شوف لما أسوي run شو راح يصير. إحنا حكينا في عندنا errors هون. أوكي خليني أشيل الـ plus 1، هو زعلان من الـ plus 1 هذي. خليني أسوي assemble بعدين reset بعدين run رن. شوف شو طبع الشاشة، طبع الشاشة 18. شو هي ال 18؟ اللي هي قيمة الواي كانت هون، الواي 18 إذا بتتذكروا جمعنا لها ال 15 صارت 33. فأنا هون قدرت أطبع 18. وهكذا بقدر أحكي له بالسيستم كول إنه بدي أقرأ انتجر، فبحكي له كيف بدي أستخدم هاي السيرفيس، بحط 5 بالفي 0 بعدين بحكي له سيستم كول. فمثلا لو جيت هون قلت له بدي 5 هون، اوكي بدي 5. شو يعني 5؟ بدي اقرا انتجر من اليوزر. طيب هذا الانتجر لما اقراه وين راح يرجع؟ وين راح بعد ما يدخل اليوزر وين راح يتخزن؟ هي بحكي لي الريزلت v0 contains the integer red. فراح احكي راح يحكي لي حطيت 5 انا بv0، حكيت له بدي اقرا انتجر. فخلينا نجرب نسوي اسمبل reset run. طلع صون صار في كيرسر بحكي لي دخل الفاليو اللي بدك اياها. بدي اقول له بدي ادخل 8، دخلت 8. فلاحظ اذا بروح على V0، ايوه V0 هون، كم القيمه صارت موجوده فيه؟ 8. فهدول السيستم كولز كثير مهمات بقدر انا فيهم عن طريق السيميليتر اني اعطي انبوت واخذ اوتبوت من الفانكشن او من البرنامج تبعي. راح أحط لكم هذا الكود وكودين تانيات، برنامجين تانيات تطلعوا عليهم. وراح زي ما حكيت راح يكون في two assignments على هذا السيميليتر البسيط. تمام؟ تمام دكتور. فراس أنت، فارس معنا؟ فارس أنت؟ موجود معك دكتور. والله مركز معنا يا فارس. بس شوي المارس حسيته بده شوي دراسة المارس. مش كتير صعب، بس انتو مش جربتوا تكتبوا بالسي بيسك زي اللي اخدناه، بس بده الستيبس عشان كيف تعمل ريستارت عشان تفوت للويندوز بشكل عام. هسه بدي نزله يعني ريستارت. نزله وارجع للفيديو راح تلاقي انه الامور مش صعبة. تمام دكتور.